أنا أعمل مع حكومة لاغوس، وأنا عضو في مجلس الوزراء، ونركز على الاستثمار وأهداف التنمية المستدامة ومكتبها. ونحن وزملائي لدينا وفد من 18 فردا، ونحن نتعامل مع التغير المناخي ونأخذه مأخذ الجد. وكان وقتا مهما جدا هنا، الكوب مهم هنا، نحن نعمل هنا منذ أسبوع ونصف، وهذا أمر نحن نتعامل معه بمنتهى الجدية. ونحن في لاغوس وفي الولايات لدينا تأثر كبير بالتغير المناخي، وأيضا حتى قبل الكوب لدينا الكثير من المشاركات الخاصة بالتغير المناخي، ونلتقي مع العديد من الأطراف، وهناك نقوم بالقيام بالعديد من الأنشطة المرتبطة بهذا الأمر، لأننا نؤمن بأن الحالة تحتاج أن نتعامل معها بجدية شديدة. ونحن نعمل مع العديد من الأجنحة الإفريقية، وبالطبع هناك الجناح النيجيري، لذا فإننا قضينا وقتا رائعا جدا هنا، واستطعنا أن نشترك في جميع الأنشطة المرتبطة بالصمود والطاقة والصحة، لأن من المهم أن تكون الصحة حاضرة في المفاوضات والتنمية المستدامة. نحن نقوم بالتنفيذ السريع، وبالنسبة لنا في أوروبا فإن الهيدروجين الأخضر يعتبر فرصة للتخلص من الاعتماد على الغاز الروسي. روسيا لم تعد شريكا يعتمد عليه، ولهذا السبب فنحن نحتاج بأسرع ما يمكن أن ننتقل إلى الاستخدام الأخضر للطاقة، وأن يكون هناك تحول إلى الهيدروجين الأخضر، وهو يمثل حلا بالنسبة لنا. طبعا احنا مهتمين جدا بالطاقه المتجدده، وعندنا الخطه الاستراتيجيه لوزاره الكهرباء ان احنا نصل الى حوالي 42% من الطاقه المنتجه تبقى من الطاقه المتجدده، وده على سنه 2035. واحنا بنعيد النظر ايضا في هذه الاستراتيجيه عشان نكتر هذه النسبه وحتى نخفض زمن التنفيذ النهائي بتاعها. اقول لحضرتك يعني برضو احنا وقعنا مجموعه من المشروعات هي مش مذكرات تفاهم وانها اتفاقات إطارية. حتى الآن حوالي 9 مشروعات كبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والمقصود بالهيدروجين الأخضر أنه هو هيدروجين بيأتي عن تحليل الكهربي للمياه، والكهرباء اللي بتستخدمها دي جاية من طاقة متجددة، سواء كانت طاقة رياح أو طاقة شمسية أو الاثنين مع بعض. احنا فعلا واحنا العملية دي داخلة بقى في دور التنفيذ الفعلي، ويمكن ابتدينا نحط خطط زمنيه لهذا الامر قبل ان نوقع حتى الاتفاقات الاطاريه، واعتقد ان الكلام ده هيبتدي يدخل في حيز التنفيذ بمنتهى السرعه. ايضا احنا وقعنا برضو مجموعه من مذكرات تفاهم من اسبوع قبل الان لطاقات متجدده في حدود 28,000 ميجا وات، رقم كبير جدا. والحمد لله برضو اللي وقعنا هذا الكلام مش مجرد توقيع وخلاص، وإنما في جداول زمنية وفي التزام بالتنفيذ في مواعيد محددة، وإن شاء الله نقدر ندخل هذه القدرات في زمن قريب. زمن قريب مش معناها سنة أو اثنين، يعني نتكلم يعني في مدة زمنية 3 سنوات حاجة بالشكل ده، 4 سنوات، لكن بتدخل برضو لأنه في قياسات بتأخذ في الأول، يعني في مجموعة من الترتيبات الفنية اللي بتأخذ في الأول قبل أن احنا نبدأ في التنفيذ الفعلي، لكن بيبقى يتعمل أوردر، يتعمل لشراء المعدات في ذلك الوقت إن شاء الله.